إنستغرام هو منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة للسلطات الإيرانية محاضرتها، وحتى هذه المنصة عين النظام برضو عليها. لكن المفاجأة اليوم أن المتحدث باسم الحكومة طلع وصرح بآراء مفاجئة معارضة لحظر التطبيق. خلينا نبدأ يعني القصة من الأول. فاللي صاير أنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قدمت شكوى ضد وزير الاتصالات محمد جواد جهرمي، وهذه الشكوى تحولت للنائب العام وأدت لاستدعاء الوزير للنيابة. طيب الشكوى هذه بتهمة إيش؟ التهمة هي عدم اتباع أوامر القضاء بحجب إنستغرام وتقييد الإعلام الأجنبي وعدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى السيبراني بخصوص برامج كسر الحجب الـ VPN. المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي طلع على حساباته على تويتر وإنستغرام وأيد الوزير وقال إنه حجب إنستغرام حيدفع مليون إيراني لخسارة وظائفهم ومعاناة الفقر. فبحسب المسؤول فالاستطلاعات بتأكد إنه في 400,000 صفحة لمتاجر وأعمال صغيرة إيرانية على إنستغرام، وكل واحدة من هذه الصفحات عندها أكثر من 5,000 متابع، وهذه الصفحات بحسب كلامه بتوفر دخل لمليون إيراني على الأقل، يعني تقريباً في 230,000 أسرة إنستغرام منقذهم فعلياً من البطالة. طبعاً معروف أصلاً أنه إيران مع أنها حاضرة منصات التواصل لكن مسؤوليها كلهم عندهم حسابات على هذه المواقع. مو بس كده، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود في مارس الماضي اختارت المجلس الأعلى السيبراني في إيران من بين 20 منظمة حكومية وغير حكومية عندها أسوأ سجل قمع في الإنترنت. هذا غير أنه منظمة فريدم هاوس في لندن أكتوبر الماضي كمان صنفت إيران مرة أخرى كواحدة من أسوأ البلدان اللي تتمتع بأقل حرية للإنترنت.